اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من ذا لاست اوف اس بارت 2. قبل لا ابدا الحلقه، اذا كنتم مشترك بالقناه اشتركوا بالقناه ولا تنسون دعمكم لي باللايكات. تمام، هسه نكمل. تمام اصدقائي، اخر مره وصلنا لهنا أنا. تمام، هسه بس قبل لا نكمل نصنع هاي الاكسكلوسيف ارو متفجره حتى نقدر نستفاد من الاغراض المليانه عندنا. نصنع اثنين منها، يعني نبع هنا اغراض كانت زيادة. وينها بالله؟ ناشفنا شيء هناك شيء. اي باعوا. هسه صارت بعد مو زيادة. عرفنا نستفاد منها. هاي باعوا. شوف قد اخذنا اغراض. زين. بعد شنو عندنا؟ بالمكان كانت هواي اشياء اغراض. اغراض زيادة اكو. باعوا. كلها استخدمناها. قدرنا نستخدمها. هاي ما نقدر لين عندنا كل شيء، ما يحتاج. لا المولوتوف. اه زين. لا لا. باعوا. استفادينا من كل الاغراض الموجودة، كلها اخذناها. زين. هسه نشوف بعد باقي الغرف. ننتبه شوية، ما ادري شنو باقي الغرف، لان يعني بالغرفة فاجئونا ذولا. قلنا هاجمونا خمسة مدري أربعة، فنحذر لازم. طابق الفوق مسدود ماكو شيء مو؟ اي. هذا الطابق ماكو مسدود، ماكو شيء هنا. زين ندخل الغرفة، بس لازم نحذر. آه مقفولة، لازم نجيها من جهة ثانية يعني. زين زين زين، طبعا نجيها منك ماكو مشكلة. هسه الغرف شنو كانت عندنا؟ هاي شفناها، هاي مقفولة. جوا شنو اكو؟ لأن احنا جينا من الشباك، لازم شوي نحذر. طبعا ليش الغرفة بعدها، بس هسه اجيها بس خل اشوف شنو اكو جوا. شيء سم، لازم نحذر لما ندري شنو ممكن يكون اكو. اه ممتاز، صار الفول هيلث عندنا. اغراض يعني هون لازم نحتاج اغراض، ما بيها مجال. وحلو هاي الاسهم المتفجره قامت تخلينا نستفاد من الاغراض اكثر، احسن ما تصير عندنا زياده بيها. زين نفتح الباب حتى ليش شو اسمه. هاي منا بعد ماكو شي. فتحنا الباب بس حتى راسا شو وقت ما يعجبنا ندخل بسهولة. ننزل هسه منا. هذا كأنه شفت شي هنا أنا. والله لا لا ماكو شي. زين هسه بعون ندخل لهاي الغرفة، الغرفة المطلوبة، بس خلنا ننتبه لأن ما أدري من ممكن يهاجمنا. ولو يعني شباك شو اسمه، الباب مسدود. شوف شنو عندنا. ايه اوكي، نشوف شنو هنا. كلها مجرات فارطه، نقدر نسوي شيء؟ لا. زين ناخذ هاي، ممتاز. زين عندنا باب هذا نفتحه مختصر، عندنا هنا اغراض هم، عندنا صار شيء نقدر نسوي اعتقد المتفجر. اي ممتاز. حتى شنو ليس عندنا اغراض باعوا، بس عندنا هذا كان زايد. وينه هذا؟ هسه اخذنا بعد ما صار زياده. لا هذا عندنا فل، ماكو مشكله. نفتح هذا الباب، هذا مختصر مو اكثر. واو هاي الغرفه كنا بيها الصاله. فنشوف شنو عندنا بعد. عندنا هذا الباب، ما ادري شنو موضوعه. غرفه ثانيه. نشوف شكو بهالغرفه. خزنه. شوفوا الاماكن الجانبيه من تدورون بيها زين تلقون بيها اشياء ثمينه. طبعا دائما محتويات الخزنه تكون قويه فاهتموا بيها. تريدنج كارد باعوا، هاي اولا تريدنج كارد. ثانيا قطع، هذا فل. هنا أنا اعتقد محتوى حل الخزنه. هسه اصدقائي حاقول لكم شنو حل الخزنه هاي. حل هذا الخزنه يعتمد على الورقه اللي اخذناها بذاك المكان بالغرفة اخذناها، اللي هي هالورقة باعوا حتى تفهمون ال هذا كويشن لتر. باعوا ايش يقول؟ يقول انه combination still set to our wedding date. ال wedding date مالته تاريخ العرس يقول صار قبل 30 سنة من الكالندر. باعوا قبل 30 سنة، فشلون راح يصير حالها؟ تروحون نروح على هاي باعوا الكالندر. الكالندر هي بسنة 2013،
أوه قبل 30 سنة من 2013، يعني معناتها بسنة ال 83، فتكتبون التاريخ بالنص اللي هو يكون 8 10 بشهر 10 وسنة 83. باو، فهذا حل الخزنة، حتى تفهمون ليش صار هيك حل الخزنة. قلنا بسنة 8 بيوم 8 شهر 10 سنة 83، لأن قلت لكم قبل 30 سنة من 2013، فصار 83، فهذا حل الخزنة. باو، 83. باو، فتحت الخزنة. بازل نوعا ما بي شوية إرادة تفكير تفكرون بي، تزداد صعوبة البازل وما تتقدم باللعبة. هاي فكرة البازل يعني. زين هسه هذا هو، خلصنا هنا اخذنا الخزنه، هسه نكمل بعد طريقنا قدام، بعد ماكو شيء هنا. هذا هو، ننزل من الشباك وخلص طريقنا من هنا. ننزل منه عادي، ماكو مشكله، ننزل شوي شوي على كيفنا. زين هسه نكمل طريقنا عادي. هاي شو تنفتح او شيء؟ لا لا تنفتح. زين طريقنا عادي اللي هو من هذا الباب، من بعد ماكو طريق، الطريق الوحيد الموجود هو هذا. هذا الباب اعتقد يكون هنا باب، اي بالضبط. توقعت مقفولة، ما راح تكون سهلة هيك السالفة. نحتاج طريق ثاني. سهلة كل السهلة، ما يراد لها. منا ونعبر منا. كل شيء ما يراد لها. دخلنا كاميرات مراقبة اكو. بس نحذر لان ممكن يكون اكو احد او شيء. زين عندنا هاي غالبا راح نستخدمها حتى نصعد المفروض. لحظه، المفروض هذا نرفعه، النزله هذا باعه النزله، نفتح الباب هاي. جاي تنسد اعتقد. هاي طبيعه هذا المنزلق العلاقة بالموضوع. اتوقع اذا لحظة 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 لحظة، فعلا علاقة بالموضوع. لحظة 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 لحظة، لا هنا ما راح نقدر على اي حالة. كان عبالي ممكن نصعد منه. بالضبط، حصلنا طلقات. زين ممتاز. عندنا شغلة حصلناها بعد؟ لا ما يحتاج. هذا المكان حصلنا بيه طلقات طبعا، ممتاز. زين هسه الفكرة لازم شلون. اي معناتها حكينا صحيح، نخلي ناخذ هاي السلة مال الزبالة، نخليها على حافة تنحدر. بس ما اتوقع شي كافي، ما اظن شي كافي صراحة، حتى لو خليناها تنحدر. مثل ما توقعت. خطي نجحت فعلا. كانت خطة ذكية. نجحت القطة. نحذر شوية اصدقائي. ننزل من هنا. نفتح البيبان. هاي نفتح الباب. نفتح هاي الباب الرئيسي اهم. زين نصعد فوق، ماكو داعي بعد للضوء. مجهزين اسلحتنا، ماكو شي يصير، ماكو شي هنا. There's the hospital. Fuck. Thought I'd be closer. اقتربنا من المستشفى، الهوسبيتال، المفروض نوصل لها. شنو هذا المكان؟ انكسر، ما يراد له اي شيء. بس ما ادري هذا المكان يعني نوعا ما مريح او بي شيء. سالفته ابدا مو راحه. شنو هذا المكان؟
كل شيء ما بي. هو فعلا كل شيء ما بي، بس اتوقع لازم ننزل. كم شنو هي 2013؟ زين زين، شنو المفروض ننزل منه يعني؟ اي اكيد ننزل منه، بس من اقع وقع هيك وقع يعني اكيد. لا اها بالضبط، هذا نحتاجه. هسه ننزل اللي جوا، اللي جوا راح اسكت فد شيء حيصير يعني، متوقع هجوم او شيء صراحه. بس نحضر اسلحتنا، اسلحتنا جاهزه غالبا جاهزه. زين بعد شنو؟ ناشكو ماكو شيء هنا، ناهم ماكو شيء. نشوف وين نروح، وين نروح. لحظة قدام. Welcome to Comic Expo 13 Showroom. دور المكان زين، اكو شغلة مهمة ناخذها او اغراض ناخذها، بس خلينا نحذر لانه ممكن اي شيء يفاجئنا يعني. اكو شيء هنا بسرعة؟ لا ماكو شيء. تريدنج كارد او شيء؟ لا ماكو شيء. هنا ده احس الوضعية صار مو لطيفة، ايش ده احسه صراحة؟ احس اكو جامب سكير بالموضوع او اكو شيء. ما احب الاماكن المظلمة خاصة اذا بحدي، ما احب الاماكن المظلمة ابدا. ريحات محلوة بالمكان، ده اسمع كأنه صوت ذبان او شيء، فغالبا الوضعية هنا مو لطيفة. اكو شيء ورا الموضوع. الأماكن المظلمة كارثة ما أحبها. ذا نوماد. اكو جثة هناك بالريست روم. واحد ميت بالريست روم. اكو اثنين ميتين. هذا اي مراحة، لازم نكون حذرين. والاجواء هادئة ما تعجبني هاي، عادة اكو شي وراها. fucking wolf serves you right. الأجواء مو مريحة، لازم نحذر، كلش نحذر. شيت فك مي. شكو مو وقت البطارية. صوت اتوقع كليكرز. ما قاعد استشعر اي شيء، اتوقع على مسافة منه مو قريبة بشكل كافي يعني. اكو جثث هواية، شنو قصة هاي الجثث؟ اكو ناس هواية ميتة هنا، شو الموضوع؟ كتابات غريبة. هذا الريستروم فتناها احنا. زين طبعا ما ادري ايش حيصادفنا، سمعنا صوت كانه كليكرز كان او بس انفكتد. اكو شي قاتل هذول كلهم، الولف سولتر كلهم دوله، فاكيد القاتل دوله شي مو طبيعي مو عادي، بالمفروض يكون عادي. الشغله مو مريحه على فكره، الموسيقى اللي قاعد اسمعها مو مريحه هم ابدا. اكو جامب سكير وبالسالفه، صوت الخطورة.
you. كل شيء قوي كاتنهم دولة كلهم. الوضع مو مريح. الوضع لا هو مريح ولا هو سليم. أكو شغلة قوية ورا هذا الموضوع. لازم نحذر. ما ندري شنو أكو ورا الموضوع. أكو سالفة كبيرة قوية ورا الموضوع. أجواء مرعبة بطريقة تخوف كلش. بس احنا جينا من هنا شفنا المكان. صراحة ما ادري بس سمعنا صوت مو مريح. هذا المكان شفناه احنا. هذا جينا احنا منه مو زين. ذا نوماد. الاجواء المظلمة هاي ابدا تجربة مو مريحة. بس نحذر لازم صراحة. ما ندري شو ينتظرنا. What do I do now? من هنا نقفز. Stalkers. هربوا من شافوني. ايش ما هاجموني اصلا. زين ليش ما هاجموني اصلا؟ حتى استشعرهم. الوضعية صعبة لان دولة عددهم 3. جاي اسمع لهم صوت او شيء. شنو سايلن هذول؟ شنو مسدس عندي جاهز؟ اعتقد اكو احد منهم قريب يمن. اعتقد اكو احد قريب. لازم نحذر كلش. لازم نكون كلش حذرين. غريبة ليش دي يقتلون؟ قاتلين؟ ليش يقتلون الزين؟ دي يقتلون؟ ليش يقتلون؟ المفروض يهاجموني. هما 3. انا شفتهم هما 3. انا اقدر اشوف حتى مدى يبينون عندي بالسايلنس مود. لسن مود سوري. اي لا بينهم عندي. ستالكر. هذول نوعية مختلفة. ما يطلعون أصوات. ينهزمون. ليش؟ طول هجومهم مفاجئ يعني. بس زين يعني ضربة واحدة يموتون سهلة سالفتهم. بس عندهم شلون نقول ذكاء. لا 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 هاي لا لا هاي. ما كانوا أكثر من 4. هاي خلصنا منهم. بس دول يختلون ويهاجمون. بس يعني موضوعهم ما كان صعب على الرغم منه. بس لحظة كأني دا أسمع. بس مسألتي هاي شوية صعبة يختلون. حصر علي يعني صعبة.
ولا ضيعنا طريقتين بالغلط بس اوكي. هاي سالفة غير سالفة، يتقتلون ويهجمون، مش الواحد ما يعرف مكانهم. اسمع صوتها بس ما قاعد اعرف حد. يتختلون ويهاجمون، ما يهاجمون راسا. شغله مرعبه صراحه هذول بعد اكثر، لان مو سهل واحد يكشفهم يعني. بس خلاص قلت له اخلص من دوخني، لانه ما اعرف وين هو اصلا. العصايه، لحظه، العصايه مالتي. اوكي مجهزين اغراضنا. شو تقام بلش قد بي بست طلقات. لا ما نحتاج غير بندقية ومسدس. ذاك يقتلون بطريقة، يقتلون ذولاكم واحد منهم. خلي هاجمهم ما عندي مشكلة. خلي الشوتجان لأنه ما جاي يقدر احدد مكانهم. ما يطلعون صوت. ذاك هم، ذاك واحد منهم قاعد يطلع راسه. بس هو راح من هناك. هاي هذا هو، هذا هو هناك. هاي حاول يمد راسه او اني حتحرك عليه. الصراحة ما اعرف هم ايش عددهم. قاتل هناك. قاتل. ضيت عليه. بس اكو اعداد منهم بعد. ضايل عليه. خلصنا منهم؟ غالبا. كارثة صراحة هذول. كارثة ومشكلة يعني، مو بس كارثة. كنت اجي بعد كم شغلة ونصنعها. العصاية حتى نجددها. زين قضينا عليهم، ماكو مشكلة. بس ندور بالمكان هنا. خلنا نبحث بالمكان قبل أن نطلع، ندور على أي شيء نريده. زين هنا ماكو شي بعد. زين طبعا المكان مخيف لأنه أظلم ووضعية صعبة، وضعية كل الصعبة. صوت حركة سمعتها متأكد. أظن أني غلطان بشي. مكان يعني ما أدري شلون بالضبط هو صاير. الوضعية مو جيدة.
حتى يتحرك. يمكن مشكلة هذول الستالكر لأن ما تقدر تحدد لهم مكان يختلون بعد فوقها، يعني عندهم ذكاء مو أغبياء، يعني هجومهم عشوائي. هجومهم أبد مو عشوائي، طريقة ذكية. لازم نطلع من هالمكان وبسرعة. بس حاولنا نفتشه. والله نستخدم هيلث برأيي. بس خلينا نشوف شنو هذيش المواد لحظة بعدين نرجع. اي اوكي اوكي ماكو مشكلة. ها من هنا اوكي من هنا ما يخالف، بس خلينا نتأكد من المكانات انه ما في شي بعد. هاي هاي ناخذ الغراض كلها كاملة يلا نطلع. ذاك والله خلينا اول شي نستخدم هيلث. محتاج نستخدم هيلث. يعني عندنا هنا مواد. ها بعدنا نصنع هيلث حتى نعرف نستخدم هاي المواد، لا تضيع علينا حرامات هيك بس تروح. حتى على طول عندنا شي نستخدمه. ادري ادري ذاك المكان من هناك اطلع، بس خله اتاكد انه كل شي اوكي. هاي ماكو شي بعد. هذا هو، هذا هو بس نروح المكان الطلعة. وهذا هو ما باعوا هذا المكان. هاي ايش غرض اخذناه نروح منه. اخيرا طلعنا من المكان. مكان كارثة بالازعاج. مشكلة ذول الستالكر لان عندهم ذكاء يعني بالهجوم. Look at. Where's the hospital? Not much farther. حنوصل للهوسبيتال. مكان مسدود منا. نعبر من الجهة الثانية. بس لو انه وقع. هناك شيء. طبعا هنا. ننزل منه انا. Down to the street. Oh, stalker بعدهم. مواجهة ثانية ولا stalker شكلها. طلقة شوتجن. بندقية خلصت طبعا. هنستعين بالشوتجن. عندنا اسهم. هنواجه شكلنا مشاكل قوية. لأن دور الستالكر مشكلة ختلة. ما تقدر تحدد مكانهم. والله واحد بيهم تحدد مكان شكله. اي ذاك هو هناك. لا ذاك شكله عادي مو ستالكر. لا لا نجرب يستهل متفجر الكليكرز. اوه حلو ممتاز. هذا السهم اللي يتفجر صراحة شغلته رهيبة. نصنع منه يعني صراحة لان اكو الاعداء شكلهم قد مقليلين. اي قاعد اسمع صوت اعداء بعد. الاعداء ما خلصت بين الستالكر وبين الكليكرز وبين مكان يعني مو مفتوح. المشكلة مظلم كله بمكان مظلم. نطفي الفلاش لايت حتى صراحة ما ادري ذول الاعداء ايش قد. على اي حال اكو هناك هيلث شوية، اذا دمج نقدر نرجع له.
وضعية صعبة لما ندري قد عددهم جوا. قضيت عليهم. الشوتجان ساعدني بطلقة واحدة قدرت أقضي على اثنين بالشوتجان. المسدس هذا بعد ما يفيدني. ما أدري الموضوع شلون. مشكلة ما هذا واحد ناصب لي هنا كمين منهم. حينصب كمين نفسه بس مو أكثر. قتلته. خلينا أسهم متفجرة. استفادينا من كل سلاح عندنا. خلصنا. ضينا عليهم بدون ما ندمج تدميجة واحدة بطريقة سليمة. معقولة كمية الهجمة علينا. هجموا علينا كارثة ترى. كم واحد ما ادري شو السالفة يعني. شو كمية الناس اللي هجمت علينا. مكان مرعب يعني حتى كتجول مو مريح. هذا مكان فينا ولا احنا اعتقد انه بيه. اعتقد شنو بيه. ما اظن ما اظن شنو بيه. ما بي شيء. لا ما بي شيء هذا المكان. بس لازم نحذر لان ما ندري هسه شنو الموضوع. شنو السالفة شنو الموضوع ما ندري. مكان جديد لازم نحذر. والله انا ما بيها توتر. شنو سالفة ال مكان بي واسع شوية. مشكلة هذول الستالكر حتى ما نعرف اذا هم قاتلين وين. حتى ما نقدر نعرف. أصوات ما أقدر أصلاً قاعد قاتل هنا ولا مشكلة. يختلون فوقها بعد لأن الموضوع ناقص. واحد يسوي شيء وراء هاي الباب أو غير باب ما أدري. ما زين هنا ماكو شيء يعني. ماكو شيء أو القلق مثلاً نقول. لا لا زين هنا ماكو شيء. بالكتاب مكان يطلعنا لي برا. Here we go. أنا لعبت نفسي من هالمكان. يلا يلا. لا كان الموضوع ناقص. نزلنا بالمي. بسرعة بسرعة. وخر وخر وخر. كنا بس كذا. ستالكر ذولا مشكلة. جراتنا المي وين؟ وين وين وين؟ وين جراتنا المي؟ وين وصلنا؟
مجارك. فوك سيارة. ابدا ما احب موضوع المجاري بالالعاب على اي حال. شنو هاي الاماكن؟ شغلات هناك يمكن اعتقد. هاي شي بس شغلات. ما اعرف شنو هاي اصلا. اكو عصاية هنا أنا. لا ما نحتاج العصاية اصلا. عندنا عصاية قوية مطورة. نرجع ننزل بالماي. منا الصاعدة منا الصاعدة. الاصوات هم مو لطيفة بالمناسبة بهذا المكان. منا اي اصوات مو لطيفة بالمكان. ننزل الدرج ونتوقف الحلقة. زين هسه نصعد لي فوق. شنو حينتظرنا لي فوق؟ ما ندري. زين هاي احنا نصعد لي فوق بالله. لازم نطلع من مكان المجاري. شنو حيصادفنا بالمجاري؟ مخلوقات جديدة؟ ما ندري. اكو شي اللي ينتظرنا قوي ورا هذا الحشي. زين شنو اللي ينتظرنا؟ الاصوات هاي ما عجبتني. ملقمين كل شي احنا. يلا جاهزين نتحرك. بس نتحرك شوي بحذر. بس المهم مكان مفتوح ومو مغلق واظلم. ما عندنا مشكلة وياه. كل شي جاهز. خلص كل شي جاهز. نصعد لي فوق. شكل الباب غريب على فكرة. ماكو شي نوع اكيد يعني مو والله. لحظة. لا ماكو شي نوع. خلص اي بس نطلع منه. اوكي طلعنا من الانفاق. مجاري طلعنا منها. الهوسبيتال كت ذا بارك. اوكي لازم نجتاز البارك. احنا ماكو شي مو نتأكد حتى الغراض حتى ما يصير عندنا مشكلة. زين كذا بارك. لحظة اكو جهة منا وجهة منا. هاي شنو هاي؟ لا ماكو شي. خلاص بس نحذر لان البارك ما ادري شنو ينتظرنا بالبارك صراحة. سترينج وصل. تصفيرة غريبة. شنو هاي التصفيرة؟ ما ارتاح لوضعي يعني صراحة. زين خلينا نشوف شنو اكو بالله. اكو هنا غراض. شنو هاي؟ لحظة هاي شنو؟ اكو احد عادمينه. شنو هذا؟ شنو هالغابة الغريبة؟ صراحة اخاف من اجواء الغابات لان دائما تضم اشياء غريبة الغابات. صوت غريبة. شنو؟ اشكو؟ شنو التصفير؟ نضرب السهم. شيل السهم اي. تنجير. زيادة. ما هتلحق.
هذا وينه؟ بعد دول هذا جاي يستكشف شوف شنو الوضع. اوه كوايب الحديقة شيت بسيطة الثانية عشان استدرجهم بطريقة مثالية. واحد صفر للثاني. هذا نزم ليش؟ اعتقد اعرف مكاني. وضعية مريحة. تصويرات مربكة بس مربكة أو غير مربكة أنا حقدي عليهم. خلينا بلس الموت حتى نعرف. زين سايلنت أتاك بس تتأخر بالموت حتى تكشفنا. انفضح من وراك. سربرايز سربرايز حبيبي. اي فيس فيس استخدام الادوات التقليديه هم لطيف ترى. خلصنا منهم. كانوا ناس مزعجين بطريقه. هذا الفيس حينتهي. ناخذ هذا احسن. الفيس طلقه مسدس. زين ما يحتاج نستخدم الطلقات هوايه. كانوا مزعجين صراحة. ما اعرف البقية اكتئتهم وين صاروا صراحة. المهم اكتئناهم احنا بغض النظر عن الموضوع. بس ننتبه لازم شوية لانه توزعهم ذولا كله سايلنت. مكان هذا صار خلصنا من الستالكر شانو. هسه ذولا هم بدون صوت وتصفير بينهم. ما نعرف ايش قد اعدادهم ولا ايش قد متوزعين. لازم شوية نحذر. بس ما اتوقع هسه حاليا اكو احد منهم. طلقة بندقية غير على البندقية. اسمع والله اصوات الهمانة. لا اصوات ذبان. زين انا حطلع منه راح اطلع منه. شغلة تحير. لحظة اكو طلقات هنا أنا. لا اكو شغلة ملاحظة. جيد. واكو هنا فأس كامل قوته. وهذا الشيء صراحه لطيف. مهم طبعا هاي الاسلحه الميل دامج حتى اذا ما كان عندنا طلقات او شخص قريب نقدر نقتله بسهوله. زين اكو عندنا هنا باب وعندنا هنا باب. مقفول هذا ما في مجال مو. وهذا نفس الشيء 100%. جاردن سوتس. لو نروح من ذاك الاتجاه ما ادري. كل هذا مقفول والله. لا والله مفتوح. خلنا نجرب نفتحها والله. بس عفية لا تقول لي انفكتد ستالكر وغيره. كرهتهم الذولا اني الستالكر. غالبا ما حيطلع هواي انفكتد لما طول اكو جنود. اكو شي نقدر نصنع نخليها للمتفجرة احسن. زين ندور شوي بالمكان نتفقد. صوت ريح بالمكان قوي. ما ادري اذا صوت ريح او صوت غير شي وانا ما قاعد افتهمها. 201 غرفة 201. زين ايش عندنا؟
كم غرفة عندنا؟ زين نتفقعدها واحدة واحدة ونشوف شنو الموضوع. بس نحذر لازم لأنه ما ندري جزء اكو ثلاث جنود متخفين هنا. شنو هاي؟ هو سيستم ساوند شاشة ما لنا شغل بيها. نشوف هاي شنو هنا. ما عرفنا هاي فراشة مرتب. فارغ. ايش يحطون مجرات فارغة ما ادري. شنو الفكرة منها ما ادري. اكو هنا معبر ننزل منه ورا ما نخلص. ما يحتاج ننزل من هناك. مواد تطوير ممتاز. هذا نحتاجه. لقموا دائما حتى تكون طلقاتنا جاهزة. لحظة شنو؟ باب اكو هنا جيد. هاي ما نحتاج شي هنا ما نحتاج شي هنا. الهيلث اللي اخذ منه شوي رجعنا كملنا. زين زين ما نحتاج اي شي. بس قبل ان نطلع نريد نشوف باقي الغرف فما نخليه هيجي. ما اعرف اصلا اذا اكو غرف بعد او لا. لا والله ماكو غرف. اكلها بيها بيبان. لا ماكو غرف اصلا. لحظة هاي شنو بعد؟ لا هاي مو غرف هيج مسدودة. تريدنج كارد. زين جينا لهنا. ناكو تريدنج كارد طبعا. خلصنا سهل البيت بعد ما بيشي. نقدر نطلع. نحتاج من الباب وهوست الباب يعني. نصعد. اكو غرفة هنا الطابق الفوق هذا. بس شوي نحذر خلينا ننتبه. غرفة 302 مغلقة؟ او حتى لو مغلقة احنا نفتح ولا اكو اي مشكلة. اكو اختراع اسمه هيج. اكو غلاظ شوية زينة. هذا هواي زين. ممتاز ممتاز ممتاز. هذا اريده. طبعا ما عندي كلها فوق انا شايله. اقدر اطوره مهم حتى استفاد من الغراض. لا طول الغراض هيجي بها مشكله. لا والله هم بعدها مليانه. مواد تصنيع. حلو 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 ممتاز. واكو ورقه هنا. انا خلينا نشوف شنو هي الورقه. ليش شاخطين هذا الخط؟ Sucks. زين زين خلينا نعبر من الباب نشوف شنو اكو. لحظة اول شي نشوف شنو قابلة فيديوس. هذا يقاومنا تأثير المولوتوف. صراحة كلش فعال. القدرات هاي كلش فعالة. قوة الاسمود لازم نزيدها. مختصر الشي هذا. اي هذا الباب نفسه. اي زين ماكو شي. خلصنا هسه خلينا نطلع بعد. ننزل جوا ونطلع. خلص هذا البيت كله فتشناه. زين ما بقى شيء بهذا البيت. مشكله. شان اكو درج من هناك. ما انتبهت له. هذا المكان شنو؟ خلينا نتفقد ذاك المكان شنو ونرجع. هي المفروض علي انزل منه. اكو درج منه. انزل بدرج احسن لي. لا النزله عادي ما تنقص شيء من الهيلث. عادي ماكو مشكله. عجيب هذا المكان. معقوله ما بي شيء؟ ما ادري اقول. اقول هالمكان ما يفينا هيجي عادي. زين اخذنا هواي طلقات حصلنا. بس خلينا نشوف شنو حيجينا بعد. بس خلينا نحذر. بس اكو جامب سكير بالموضوع. اول ما اخلص اطلب. انا متاكد ان هاي السوالف مالتهم. هنشوف هذا شنو. اكو شخص راح يقتلوه او شيء. اعتقد يحتاج قتلوه. قتلوه.
نقتل دولة ونخلص منهم وراها نتوقف بالحلقة ممكن. بس امشوا خليكم دا تمشون. جوني دا فكرة كم القتال وياهم قبلها. اخ شنو وين هذولا؟ بعيدين شوية. شفتهم. هيد شوت. تحتاجون أكثر من هيك حتى تقاتلوني. لا. أكو واحد منهم هرب. ما أدري شو الموضوع. ولا أحد قدرين حتى تهربوين. شنو السلاح؟ نحتاجه بالسلاح. بالك واحد منهم؟ اتوقع بعد عدد منهم بقت. على اي حال نشوف دول ايش عندهم. لا اخذنا سلاح قوي مثل المنجل. طلقات ايش عندنا؟ هذا تقريبا لازم نعتمد على هذا. تن اعداد كبيرة والله منهم. وين ذا البقية؟ وين قاعد يعيشون؟ أحد قاعد. وين هذولا؟ تن عدد زين منهم والله. أسمع صوت أكو أحد يتسلق. وين هذولا؟ زين مات ناس قاعد تسلق والله صراحة. ما أدري. لا ذاك العدموه. شنو هذا الصوت اللي سمعته؟ والله غريبة مكان الجزيرة كلها غريبة أصلاً. سمع صوت أحد يسلق أو يصعد أو شيء. خلينا ننتبه لأن جزء فخ هنا أو شيء. أو غير قلت لك لول هذا. نوصل مكان هنا نتوقف. نحاول نكمل هاي بس نقتل هاي. لحظة اصلا بعيدين من هناك. خلاص تمام اصدقائي هنا راح نتوقف ونكمل بالحلقة الجاية من The Last of Us Part 2.